السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أنا مجد. بالحصة الماضية شرحنا قاعدة المضارع البسيط، والحصة اللي بعدها أخذنا حل أسئلة الدوائر عليها. اليوم بحصتنا رح نبلش بقاعدة سيمبل باست، وهي قاعدة الماضي البسيط. عنا هون الفورم اللي هو الشكل، عنا سبجكت زائد فيرب تو. طبعا الفيرب تو ممكن يكون منتظم ينتهي بإيدي أو دي، وممكن يكون غير منتظم، يعني إنه إحنا لازم نحفظ التصريف أو التصريف الثاني للأفعال يلي راح أعطيكم إياها. عنا كمان حالة تانية اللي هي النفي، عنا سبجكت زائد didn't أو did not زائد فيرب بيس. طبعا بحالة النفي بالماضي البسيط مثل المضارع دائما الفعل بيكون مجرد خالي من أي إضافات، أو بحط التصريف الأول من الفعل. بالنسبة للسؤال عنا did plus subject plus verb base، ببلش السؤال ب did مع subject اللي هو الفاعل مع verb base اللي هو فعل مجرد خالي من أي إضافات. بالنسبة للكيوردز فالماضي البسيط كتير الدلائل تبعته سهلة ومختلفة تماما عن القواعد السابقة مثل المضارع البسيط. في عنا last اللي هو الماضي، عنا yesterday البارحة أو أمس، عنا ago سابقا، وفي عنا انزا التاريخ بالماضي. لما أحكي مثلا إن 2020 بعام 2021 أو عفوا بعام 2020، في عنا إن 2021 بعام 2022، قريبا رح تخلص هاي السنة ورح تصير من الماضي. عنا هون بي في الماضي وواز أو وير، مثل ما أخذنا بي في المضارع إز أو آم أو آر، كمان بي في الماضي هي واز أو وير. بحكي لي هون correct the verbs اللي هي صحح الأفعال. عنا هون I فراغ the school last year، دائما ببلش الجملة بالبحث عن مفتاح حل وبعدين بطبق القاعدة. بجملتي هون أنا عندي last year اللي هو العام السابق، إذا هي دليل من دلائل المضارع أو عفوا الماضي البسيط، لذلك بحط التصريف الثاني من الفعل وبضيف للفعل ed، بتصير finished. صارت I finished the school last year، أنهيت المدرسة السنة السابقة. رح ننتقل لجملة رقم 2. جملة رقم 2 بتبلش ب I فراغ my friends 3 hours ago at city mall، والفعل عنا meet. بدل ما أغلب حالي وأقعد أترجم بالجملة بدور دائما على مفتاح حل. بالجملة في عنا ago، وأجو دليل على الماضي البسيط، لذلك أنا بحل على verb to سواء بيكون منتظم أو غير منتظم. جملتي هي جملة مثبتة، ليست جملة سؤال لأنها ما انتهت بعلامة استفهام، وليست جملة نفي لأنه هون ما حط لي not. لو حط لي هون بالقوس not مع meet كان أنا بحلها على النفي، بحط didn't meet، لكن هذه الجملة جملة مثبتة، لذلك أنا بحط الفعل التصريف الثاني من الفعل meet وهو مت. طبعا يا طلاب لازم اكيد نحفظ التصاريف تبعت الافعال، مش بس التصريف الثاني كمان لازم التصريف الثالث. بجملة رقم 3 عنا هي فراغ me to his sister's birthday in 2021، في عندي هون بالاقواس not و invite. دائما ببلش حلي باني ابحث عن مفتاح حل، بطلع هون عندي باخر جملة in 2021، وهو احد مفاتيح حل الماضي البسيط، خاصة انه 2021 صارت من الماضي، لذلك انا هون بحل على الماضي البسيط. اذا بتنتبهوا بهاي القاعدة انه ما بطلع على الفاعل اذا هو مفرد او جمع، بطبق مباشرة لانه حتى بالنفي او بالسؤال did بتروح مع الفاعل المفرد ومع الفاعل الجمع كمان. كونه هون حط لي بالاقواس not فأنا هون مضطر إني أحط نفي. بالنسبة للنفي والسؤال الفعل يبقى مثل ما هو، ما بضيف له أي إضافات وما بحط التصريف الثاني منه، فبتصير didn't invite اللي هي إنه لم يدعوني، يعني إنه ما عزموا.
صارت جملتنا he didn't invite me to his sister's birthday in 2021. هو لم يدعني يعني ما عزمه me to his sister's birthday in 2021 لحفل عيد ميلاد أخته بعام 2021. طبعا أنا بترجم لأنه في طلاب بيحبوا يفهموا جملة عن شو بتحكي. أنت في الامتحان مش مضطر كتير أن أنت تترجم طالما ما أن أنت عارف كل قاعدة شو المفاتيح الحل تبعتها وقادر كمان أنك تميز بيناتهم، لأنه كمان لقدام شوي القواعد اللي معنا رح تكبر وبالتالي احنا بنحتاج من اول السنة ندرس بتركيز واول باول اكيد. ده بالنسبة لجملة رقم 4 عندي I فراغ my homework one hour ago وعندي الفعل write. هلأ بالنسبة لجملتي دائما ببلش حلي بإني أنا أدور على مفتاح حل. والله عندي أنا هون one hour ago تحديدا ago. ago أحد دلائل الحل الخاصة بقاعدة الماضي البسيط ومعناها سابقا. one hour ago يعني اللي هي قبل ساعة أو إنه في الساعة السابقة. وعندي هون الفعل رايت بطبق قاعدتي الماضي البسيط وبحط التصريف الثاني من الفعل. جملتي جملة مثبتة ما بتنتهي بعلامة استفهام، ما رح استخدم did كأداة سؤال، وما في عندي هون عند رايت كلمة not وبالتالي أنا ما رح أحط didn't وإنما رح أطبق التصريف الثاني من الفعل. ورايت التصريف الثاني منها هو wrote. صارت الجملة I wrote my homework one hour ago، كتبت واجباتي قبل ساعة أو إنه في الساعة السابقة. بجملة رقم 5 عنا What kind of food فراغ you فراغ yesterday وعنا الفعل buy. هلأ كون الجملة بلشت ب what يلي معناها ماذا وهي أداة سؤال بدل هذا الشيء أنا رح أستخدم did كأداة سؤال أو فعل مساعد بالسؤال، خاصة إنه الجملة انتهت بعلامة استفهام. بالنسبة للفعل بحالة السؤال وحالة النفي أيضا يبقى الفعل كما هو، ما بحاول للتصريف الثاني أبدا، فبحطهم بالفراغ الأول التصريف عفوا الفعل did. انتبهوا يا طلاب إنه بحالة السؤال أو خلينا نحكي تكوين السؤال أول إشي بيكون فعل مساعد اللي هو did، بعدين الفاعل اللي هو subject، بعدين التصريف الأول من الفعل ماشي. فبحط هون did وطبعا ما حطيت did انه حرف small عفوا حرف capital لانها اجت بنص الجملة، لذلك انا بحطها حرف small وبنزل by مثل ما هي بالفراغ الثاني، ما بضيف عليها اي شيء وما بحولها بتضل مثل ما هي. صارت الجملة what kind of food did you buy yesterday، ما نوع الطعام الذي اشتريته البارحة. لاحظوا انه هي شوي اسهل من المضارع البسيط لاني انا هون ما بطلع على نوع الفاعل هل هو مفرد او جمع. بالمناسبة قواعد الوحدة الاولى هي عبارة عن مراجعة لما تم اخذه في الصفوف السابقة، لذلك يعني من بين كل هالقواعد اللي احنا رح نشرحهم في الامتحان ممكن يجي عليهم دائرة او دائرتين بس، يعني ما رح يجي على كل قاعدة دائرة لانه هي في النهاية وحدة مراجعة، وللامانة في قواعد تستحق انه يجي عليها اسئلة اكثر من هدول. رح ننتقل للي بعده. بجملة رقم 6 عنا she فراغ happy last week وعنا الفعل be. بدور بالجملة على مفتاح حل، مفتاح الحل هو last week وهو خاص بقاعدة الماضي البسيط ومعناها الأسبوع الفائت. بالنسبة للفعل، الفعل عنا be، حكينا إن be بالماضي بتصير was أو were، شرحت لكم إياها وحكينا عنها بأول الحصة. كمان لما نشرح لقدام شوي قاعدة الماضي المستمر رح نعرف الواز مع مين بتروح والوير بتروح مع مين. هلا أنا عندي هون شي وهو ضمير مفرد، شي معناها هي، عشان هيك أنا رح أستخدم was، رح تصير she was happy last week، هي كانت سعيدة الأسبوع السابق أو الفائت. انتبهوا أن التصريف الأول من be هو is أو am أو are والتصريف الثاني منها هو was أو were. بالنسبة لجملة رقم 7 في عنا they فراغ happy last week، هم كانوا فراغ سعداء
الأسبوع الماضي. وعنا هون بين الأقواس الفعل بي راح أستخدم was أو were. بتطلع على الفاعل عندي، الفاعل هو جمع اللي هي they معناها هون، لذلك راح أستخدم were. فبتصير they were happy last week، هم كانوا سعداء الأسبوع السابق. بالنسبة لجملة رقم 8 عنا I فراغ happy last week، وعنا بين الأقواس الفعل بي. طبعا نفس الشيء هون عنا last week دليل على الماضي البسيط، وكمان بجملة رقم 7 أنا أسفة إني ما حكيتها، عنا هون last week كمان دليل عليها. نرجع لجملتنا last week دليل على الماضي البسيط، لذلك بطبق القاعدة. عنا التصريف الثاني من الفاعل be was أو were، بطلع على الفاعل، الفاعل عندي I، و I هي ضمير جمع. ممكن بعضكم يحلها where. هلا الماضي البسيط بالنسبة لبي تحديدا هو قاعدة شاذة، لأنه I بهي القاعدة بالذات لحالها I بتروح مع was ما بتروح مع where. يعني أنا هون I بتعامل معاها كأنها ضمير مفرد، فرح يكون الشي والهي والإت والآي بيروحوا مع was. فبتصير الجملة I was happy last week، لقد كنت سعيدا الأسبوع الماضي. بالنسبة لجملة رقم 9 عنا we فراغ theater last month، وعنا هون visit. بطلع على جملتي ودور على مفتاح حل، لقيت عندي last month اللي هو الشهر الماضي، اذا هي ماضي بسيط. بطبق التصريف الثاني من الفعل، الفعل عندي visit وهو فعل منتظم، لذلك بضيف له ايدي، فبتصير we visited theater last month، زرنا المدرج الأسبوع أو عفوا الشهر الماضي. ضلعنا بس آخر أربع جمل نحلهم على هاي القاعدة، وهيك حصتنا بتخلص اليوم إن شاء الله. جملة رقم 1 عنا هاتم's father اللي هي والد حاتم، فراغ last year اللي هي السنة الفائتة، وعنا بين الأقواس فعل اللي هو return. طبعا الفعل ريتير معناها التقاعدة، وصراحة يعني بفضل ان الكل يكون عارف معنى هذا الفعل، وكمان يعني ضلوا متذكرينه منيح، لانه يعني لو بده يجي عليه بالامتحان جملة سواء على قاعدة الماضي البسيط او اي قاعدة تانية فغالبا في طلاب ما رح يعرفوه. فانتم من هلا عرفوا هذا الفعل معناها تقاعد او يتقاعد، كونها مكتوبة هون بصيغة المضارع. ماشي، نرجع لجملتنا، لقينا احنا الدليل اللي هو last year اللي هي العام الفائت، وعندي هون حاتم's father اللي هي والد حاتم. اكيد انا ما بطلع هون على الفاعل اذا مفرد او جمع. وعندي هون الفعل return، طبعا هو فعل منتظم بس بضيف لإله دي كونه ينتهي بإي سلفا، بتصير returned. بالجملة الثانية في عنا فاطمة فراغ her homework 3 hours ago، عندي هون فاطمة انه عملت واجباتها في الساعات الثلاث السابقة او قبل 3 ساعات، وعندي هون الفعل finish. عندي طبعا الدليل على الماضي البسيط اللي هو ago، ago معناها سابقا وهي دليل على الماضي البسيط، لذلك راح احط ايدي للفعل finish لانه هو فعل منتظم. مهم جدا نحفظ قائمة تصاريف الافعال يلي بنلاقيها في نهاية الكتاب، ممكن تلاقوها بكتاب بالقالب او بكتاب الانشطة، صراحة مو متذكرة وين بالضبط ولكن موجودة باحد الكتابين، وان شاء الله انا راح اعمل لكم قائمة مرتبة لها حتى تحفظوهم. بالنسبة لجملة رقم 3 في عنا the plane for a few minutes ago، طبعا اللي هي في الدقائق السابقة، لأنه أنا هون بجملتي لما أدور على مفتاح حل، مفتاح الحل عندي هو ago، وago معناها سابقا. عندي بين الأقواس فعل اللي هو land، وland معناها يهبط، طبعا هو فعل منتظم لذلك بضيف له ايدي، طبعا هي كانت مكتوبة هون بالفراغ غلط، بنضيف لها بس ايدي، بتصير the plane landed a few minutes ago. بالنسبة لآخر جملة وهي جملة رقم 4 عنا سلطان فراغ a book of mine yesterday، طبعا yesterday هي مفتاح حل للماضي البسيط، وعندي الفعل borrow، طبعا الفعل borrow هو فعل منتظم لذلك فقط بضيف لإله ايدي، فبتصير borrowed.
طبعا معناها يقترض أو يستعير. بتصير عندنا الجملة سلطان بورود a book of mine yesterday، استعار سلطان كتابي البارحة. هيك قاعدتنا، قاعدة الماضي البسيط، انتهت. يعطيكم الصحة والعافية جميعا، ربي يبارك فيكم وبجهودكم، وإن شاء الله بيكون عام دراسي خفيف عليكم. سلام عليكم.